القصة الأخرى للأسف كنت أتمنى أقول لكم خبر كويس، لكن الموضوع ممتد من امبارح لنهاردة، نقدر نقول إن يوم من الحوادث المؤلمة. مش عارفين إيه اللي بيحصل، يعني الموضوع عبارة عن إيه؟ كمية العنف اللي موجودة تجاه الآخرين وتجاه الذات بعد حادث طالبة جامعة المنصورة نيرة. شفنا عدد من الحالات تم إعلانها تباعاً على أخبار الحوادث، بعدها طالب بالدقهلية أنهى حياته من فوق كوبري جامعة المنصورة بعد ما نعى نيرة في بوست ليه على الفيسبوك، بعدها شفنا موظف ألقى بنفسه من فوق برج القاهرة وقع جثة هامدة من أكتر من 20 دور ارتفاع، بعدها بشوية فاجعة أخرى في منطقة المعصرة في حلوان، شاب أقدم على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه. كمية العنف اللي احنا شايفينها تجاه الآخرين وتجاه الذات معناها إن في شيء غلط، هنحاول نبحثه هنا ويمكن ده يكون مسار حديثنا في حواراتنا في حديث القاهرة، لكن خلينا ناخد متابعة لإيه اللي حصل بالظبط، ماذا وراء هذه الأحداث؟ الأخبار اللي بنسمعها دي حقيقية ولا في تفاصيل أخرى؟ هجبنا على أسئلتنا زميلنا الصحفي الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس التحرير ورئيس قسم الحوادث في المصري اليوم العزيزة. أهلا بيك معانا يا أستاذ يسري على زوم، أهلا بيك يا أستاذ يسري. أهلا بيك يا أستاذة كريمة، أهلا بحضرتك. أستاذ يسري هبتدي معاك على طول، طبعا وانت موجود معانا لا يفتى ومالك في المدينة، بنسمع أخبار كتير، عايزين نبتدي من حادث نيرة، إيه آخر المستجدات اللي لحد النهاردة وصلت لها التحقيقات في حادث نيرة؟ والله حادث نيرة حادث مؤسف وحادث مؤلم للصورة اللي وصل ليه المجتمع المصري، إن احنا مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أصبحت هي اللي بتتحكم في معظم الأشياء. إحنا بالأمس كنا بنتكلم على طالبة عندها 19 سنة، زميلها عنده 21 سنة في نفس الكلية، كلية الأداب جامعة المنصورة، كان بيترصدها منذ استخلال الأتوبيس بمنطقة المحلة الكبرى حتى وصولا إلى بوابة توشكا حيث جامعة المنصورة، وبمجرد اقترابها من الباب الرئيسي على بعد 50 متر عاجلها بعدة طعنات، طعنة ناحية الصدر ثم ذبح ناحية الرقبة في صورة مؤسفة. المؤسف انه الناس منهم اللي هم البطولة اللي ظهرت في عامل الفرد الامن الاداري للجامعة وبعض المواطنين اللي هم حاولوا الانقضاض على المتهم، حاولوا الامساك به واعتدوا عليه ضربا، خاصة انه هو كان بيهوش عليهم، كان عايز يواصل طعناته على الضحية نيرة اشرف، والجانب الاخر تفرغ انه هو يرفع الهاتف المحمول لتوثيق هذه الصورة، بل انه في بعض الاشخاص كان المواطنين خايف على دراجته النارية حاول يصطحبها بعيدا عن جثة الضحية اللي كانت ملقاها على الارض بجانب الرصيف. الحادث ده خلى النيابة العامة تطلع بيانين، بيان اولي قال القصة والصفة التشريحية اللي حصلت والاجراءات اللي خدت، وبيان صدر صباح اليوم بيشرح كل التفاصيل حوالين الحادث. البيان انتهى إلى حبس محمد عادل 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس احتياطي، وجهت ليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. أيضا البيان قال القصة الحقيقية على أساس الناس لا تتفرغ لقصة أن البنت كانت على علاقة بالمتهم وأن هي ارتبطت بآخر، حديث تحقيقات النيابة يخلو تماما من هذه التفاصيل. النيابة العامة عندما حققت في الواقعة بعد إجراء مناظرة وانتهاء الطب الشرعي وصرحت بالدفن قالت أنها استمعت لعشرين شاهد، العشرين شاهد منهم والد ووالدة نيرة وأختها وباقي زمايلها اللي موجودين، جميعهم أكدوا أن نيرة كانت تتعرض لملاحقة من المتهم طوال الفترة اللي فاتت، وأن هي خلال شهرين حررت محاضر رسمية وعملت جلسات عرفية. المحاضر الرسمية كان الهدف منها أن هي تاخد عليه عدم تعرض ليه، وده حصل من شهرين مش من سنتين. أسرة نيرة بتقول أنه هو بيلاحقها من سنتين، وارد جدا أن يكون هذه المراهقة، وارد جدا أنه هو تقدم لها وفقا لكلام أسرتها أنه هو تقدم لخطبتها أكثر من مرة وهم رفضته. حتى تحقيقات النيابة النهاردة وفقا للبيان الصادر بيتأكد أن نيرة رفضت محمد عادل لشخصه، وقالت كمان النيابة العامة وفقا ل 13 شاهد استمعت ليهم كمان من جامعة القاهرة ومن زملاء نيرة أنه كان دائم الملاحقة ودائم التعرض ليه.
كمان النيابة العامة واجهت المتهم في التحقيقات، وهذا هو البيان الرسمي الوحيد اللي موجود هذه في الواقع، عشان ما نسمعش لأي روايات تاني، لأن النيابة العامة هي الأمين العام على الدعوة العمومية، وهي التي ناشدت من قبل عدم تداول الفيديو وعملت مجموعة من الرسائل ولا الأخبار اللي غير محققة. طيب إيه الجزئية اللي قالتها دوافع القتل هي رفض البنت للولد، هو ده اللي أدى بيه لأنه يقتلها؟ ورفض البنت المستمر لشخصه، وان هو بيحاول ان يكون في علاقه رسميه اللي هي علاقه الارتباط، وهي رفضت واسرته رفض هذه القصه تماما. تمام. استاذ يسري، اللي حصل برضو في المنصوره موضوع شاب الدقهليه اللي نزل بالعربيه من فوق الكوبري وانهى حياته بالطريقه المؤسفه دي، وكاتب بوستات على الفيسبوك بيقول فيها اشياء زي ما تقولوش لوالدي يحضر عزايا وحاجات شبه دي، ايه الحقيقه ورا الحادث ده تحديدا؟ ايه المعلومات اللي عندك؟ والله القصه دي برضو من ضمن القصص اللي احنا نمنا عليها امبارح واستيقظنا عليها الصبح، انه هذا الطالب او هذا الشاب كان بيتابع بشغف ما حدث في المنصوره بالنسبه لنيره اشرف، وكان متعاطف جدا مع هذه الفتاه، ثم ظهرت لي بوستات بيقول ان انا في مرحله على حافه الانتحار، يعني ده الكلام ده بساعه، ثم ظهرت لي بوست تاني بيقول لك افتكروني بالخير وابويا ما يمشيش في جنازتي. هذا البوست كان على صفحه، بعديها ب 30 دقيقه هو كان بيسوق سياره ربع نقل انقلبت على كوبري المنصوره متعمدا وفقا للي قالوه زمايله، اقتحم السور بالعربيه ووقع تحت السور الحديدي والعربيه نزلت تحت. لغاية هذه اللحظة الأجهزة الأمنية بتفحص دوافع الانتحار لهذا الشاب، خاصة أنه زمايله على التواصل الاجتماعي بيتكلموا أنه هو لسه مأدي فريضة الحج، يعني لسه مأدي فريضة الحج من فترة قريبة السنة اللي قبل اللي فاتت، وأنه هو رجل قريب من ربنا وأنه هو ملتزم بعض الشيء، ولكن إيه اللي يدفع الشاب في مقتبل العمر كده لعملية الانتحار؟ ده اللي بتقوم بيه الأجهزة الأمنية، في كاميرات مراقبة بيتم التحفظ عليها عشان يشوفوا القصة دي، بيناقشوا برضو محيط الطالب ده والخلاف اللي موجود بينه وبين ولده، وهل الخلاف ده يؤدي إلى أن هو طالب يقدم على الانتحار بهذه. طب استاذ يسري، ما فيش اي رابط بين ده وبين الموضوع بتاع نيره خالص اكتر من البوست؟ مجرد متابع ان احنا امبارح الحادث بتاع نيره كان كل الناس مش في الدقهليه بس، في كل محافظات مصر بيتابعوا ومتعاطين جدا. طيب. متعاطفين جدا مع هذا الحادث. موظف اللي انهى حياته من فوق برج القاهره بالشكل اللي برضو قرينا عنه ده، ايه اللي عندك من معلومات حوالين الحادثه دي؟ هو الحادث ده برضه من ضمن الحوادث المؤسفه اللي هو امبارح، يعني انا مسميه اليوم الحزين او الاثنين الحزين، ان احنا بنتكلم في 13 او 14 جريمه، منهم الحادث ده محاسب من منطقه بولاق الدكور، صعد لبرج القاهره هو ومجموعه من الناس اللي موجودين، ما كانش في معرفه بينه وبين الناس اللي موجودين فوجئوا بيه ان هو بيقفز من اعلى برج القاهره. برضه الأجهزة الأمنية تحفظت على كاميرات المراقبة، والنيابة العامة طلعت بيان على أساس التحقيق العاجل في هذا الحادث، بحث ملابساته، بحث تداعياته، أيضا في مناقشة لأسرة الشاب دول في منطقة بولاق الدكرور عن الأسباب والدوافع اللي خلته يقدم على إنهاء الحياة. ويبقى أن نشير أنه فكرة إنهاء الحياة أو الانتحار ده يعني سلوك مرفوض، كل الأديان السماوية. طب اللي اتنشر حوالين إن هو بيمر بضائقة مالية، ده تم التحقق منه وده كان من الأسباب اللي أدت لأنه ينهي حياته ولا لا؟ والله في أكتر من سيناريو لغاية دلوقتي، ما فيش سيناريو واحد لغاية دلوقتي مؤكد. نقدر نأكده، لكن اللي احنا نقول عليه إنه فكرة إن حتى لو عنده ضائقة مالية أو عنده مشاكل مع والده إذا كان بتاع الدقهلية، لا يمكن إنه يكون مبرر لإنهاء الحياة. كل الأديان زي ما قلت لحضرتك بترفض تماما فكرة الانتحار، حتى كل الأكواد الإعلامية بترفض فكرة الانتحار. احنا بنتحرم من حضرتك يا أستاذ يسري علشان بالأساس حضرتك معانا علشان المعلومة الدقيقة، لأن الموجود على الإنترنت كتير جدا وحضرتك عارف أكتر مني وسيد العارفين. طيب موضوع المعصرة والشاب اللي برضو أنهى حياته بأنه ضرب نفسه في جنبه بقالة حادة، ايه الحقيقه ورا الموضوع؟
يعني لغايه دلوقتي برضو اصل القصه دي بتبقى محتاجه يعني بحث كتير جدا. يعني احنا في حادثه نيره شفنا رويات كتيره جدا جدا جدا، لكن لما صدرت تحقيقات النيابه كان السبب الجوهري هو فضل الارتباط. في هذه الواقعه احنا لغايه دلوقتي الاجهزه الامنيه بتفحص الواقعه. نفس القصه في قصه المطريه، امبارح المطريه في واحد قتل والدته وقتل شقيقه، بيتكلم ان الاجهزه الامنيه قبل 3 ساعات من دلوقتي تم القبض على المتهم. كان الاول بنتكلم عن علاقة وحاجة غير شرعية وكلام من ده، تبين ان القصة سببها الميراث، انه هذا الشاب عايز ياخد نصيب اكتر من ميراثه، فقتل والدته، استعان باخرين وقتل والدته وقتل شقيقه في منطقة المطرية. بنتكلم على وقائع كتيرة قوي مؤلمة ولكن ومؤسفة. والحقيقة يعني أكيد لازم نبحث في أسبابها علشان نشوف إيه سبب وراء ده ونعالجه، لأن مش ممكن نتقبل الواقع يكون حوالينا كده. احنا مشكورة جدا طبعا الأستاذ يسري البدري، مساعد تحرير، مساعد رئيس التحرير ورئيس قسم الحوادث في المصري اليوم، على المعلومات اللي اديتها لنا. وارجوك يا جماعه نلتزم بعدم النشر، وان احنا كل واحد فينا يزايد ويقول افكار من دماغه واسباب من دماغه، سواء علاقه غير شرعيه او ضائقه ماليه او غيرها، لحد ما نتبين الحقيقه. لان الجهات المعنيه والنيابه بتطلع بيانات في كل حادثه، كفايه بقى كده نوع من انواع الـ يعني كل واحد فينا يخترع شيء علشان يبقى عنده مشاهدات اكتر على الانترنت.